هاي هاي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وزي الفل. حلقه جديده، وصفات سهله وبسيطه ان شاء الله تنفذوها وتعجبكم. النهارده عندنا وصفات معجنات لطيفه جدا وصحيه، وناس كتير بتطلبها مننا. واول وصفه اتطلبت مني خلال الفترات اللي فاتت كتير واتكررت هي عيش الشعير. حاولت اجرب كذا وصفه واوصل لكم لعيش شعير صافي من غير اضافات، ولكن هنضيف له احنا شويه حاجات علشان تخليه طري شويه، حلو، طعمه احسن. فالنهارده مقادير عيش الشعير بتاعتنا هتبقى مظبوطه جدا، وان شاء الله يطلع معاكم احلى عيش شعير. حاطه رغيف في الفرن، عايزه ابص عليه. تعالوا كده نبص نشوف ايه الاخبار. انا بس بقلبه على الناحيتين. العيش ده احنا مش عايزينه خالص ان هو يئب، مش مطلوب منه يبذل مجهود اكتر من اللازم. احنا عاملينه من غير دقيق ابيض، فكتر خير الدنيا ان احنا بقى عندنا رغيف عيش حلو وطعمه كويس نقدر ناكله بمنتهى السهوله وعاملينه في البيت. تعالوا بقى ايه ناخده مثلا معانا كده. طيب يعني انا مش ضامنه اذا هو الحقيقه استوى سوا كامل ولا لا، بس خلينا نفتحه مع بعض ونشوفه. بصوا تعالوا، مولع. انا عايزه، ايوه عايزاكم تشوفوا اللقطه دي اللي هي ان العيش بيفتح كده. اوكي، انا كده عندي عيش طري من الشعير، حلو طعمه، حلو ما فيهوش مراره، واقدر اكل بيه لو انا باكل عيش بالشعير لاي سبب من الاسباب. العيش ده بديل للعيش اللي بالدقيق الابيض. اه طبعا بديل صحي، ولكن كتره برضو مش حلو. يعني انا لما اكل عيش كتير هيعمل لي عيش بالشعير كتير، اولا هو فيه جلوتين، يعني هو غير ان هو صحي وكل حاجه هو فيه جلوتين، فاي حد عنده مشكله مع الجلوتين برضو ما ينفعش يزود منه قوي. ممكن يعمل لنا امساك، ودي برضو مشكلة تانية لو اكلت منه كتير. هيحتاج ان انا اشرب كمية مية كبيرة بعديه واخد سوائل، علشان هو غني طبعا بالالياف وعنده بقى كمية فوائد جميلة ورهيبة وكل حاجة، ولكن كل حاجة كترها مش حلو. فناخد بالنا، هو هايل طبعا للناس اللي عندها ارتفاع في الكوليسترول، ممتاز لاي حد ماشي على نظام غذائي ومش عايز يستخدم دقيق ابيض وبيستخدم بدائل دقيق صحيه. انا لما باجي اشتري اي عيش مكتوب عليه كلمه شعير بالخط العريض كده كبيره قوي، اول حاجه بعملها ان انا اقوم قلبه الكيس على الناحيه الثانيه. اول حاجه بقراها دقيق قمح، احيانا بيبقى فيه سكر، احيانا بيبقى فيه مليان حاجات وكميات عن المعتاد اللي المفروض ان انا حتى لو عملته في البيت هيطلع مني حلو ومظبوط وجميل وكل حاجه، ولكن مش هبقى حاطه كل المكونات اللي انا ممكن ابقى مش عايزاها كده. فناخد بالنا عشان في ناس كتير جدا بتتخن وسكرها مثلا بيبقى مش مظبوط بسبب رغيف عيش، هي فاكره ان هو مظبوط وشعير فقط ولكن مكوناته مش شعير فقط. فاحنا النهارده هنعمل عيش الشعير اللي احنا شايفينه قدامنا ده. انا مبسوطه جدا بالنتيجه دي، وبقول لكم مش المطلوب منه ان هو يبقى منفوخ ولا اي حاجه. احنا عايزين نعمل لقمه طريه حلوه اعرف اغمس بيها، وفي نفس الوقت ما يبقاش عندي اي احساس بالذنب. هحط الرغيف ده كده زي ما هو جنبي تحت ونبتدي نشتغل. يلا بينا نقول المقادير. عايزه 4 كوبايات دقيق شعير. اقدر استخدم نص الكميه دي؟ اه مفيش مشكله خالص، استخدمي 2 كوبايات دقيق شعير، ما عنديش اي مشكله. عندي معلقه كبيره خميره فوريه، طبعا انت هتقومي على طول لما تستخدمي 2 كوبايات هتقومي حاطه انت المعلقه تبقى معلقه صغيره. اوكي، هنقسم كده ما عدا علبه الزبادي. معلقه صغيره من السكر، انا عندي هنا 2 معلقة كبيره من الزبادي، انت هتحطي يعني معلقه ونص، خلينا نحط معلقه ونص. 2 معلقة كبيرة من الزيت، رشة ملح، مية دافية للعجن، 1.25 كوباية، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر. يلا بينا. أنا حطيت الزبادي ليه؟ علشان يطريه ويخلي طعمه حلو.
عايزه تشيلي الزبادي مفيش مشكله، ولكن الزبادي هنا بيكون زيه زي الخميره كده، هو بيساعد على التخمير والطراوه وبيخلي طعم الرغيف برضو طعمه حلو وقيمه غذائيه كويسه. فبس لو حابين تشيلوه شيلوه، هتزودي ميه بداله. يلا بينا. انا هنا مش هاخد كل كميه الدقيق دي الحقيقه، انا شايفه ان هي على انها نسخه يعني. خلينا بس نحط نص الكميه. كده هحط عليها البيكنج باودر والخميره. عايزه تضيفي سكر مفيش اي مشكله، انا هضيف سكر، معلقه سكر. هضيف الزيت، الزبادي، والميه على حسب ما العجينه تحتاج. الميه على حسب ما العجينه اللي معايا هتحتاج. هشتغل بميه دافيه. معانا محمزه. يا محمزه ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا شيف دعاء، عامله ايه؟ اهلا، انا كويسه الحمد لله، يا رب تبقي بخير. الحمد لله يا حبيبه قلبي، انا بحبك قوي على فكره. وانا كمان بحبك قوي 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 قوي. والله بجد بحبك بجد، يعني من ضمن الناس اللي انا بحبهم، لانك انت شاطره قوي ما شاء الله عليكي. ربنا يخليك. وعندك كده كاريزما جميله ما شاء الله، يعني تتحبي بسرعه بجد. الحمد لله، حظي حلو ان انت بتحبيني، اشكرك. لا بجد والله من الناس اللي انا بحبهم قوي قوي، وليكي معزه خاصه يعني. يا حبيبه قلبي ربنا يبارك فيك يا حبيبتي. ربنا يخليك يا رب، تسلمي لي ويسلم لي كلامك الحلو ده. حتة سكرة كده والله، تسلمي. هنقلب المكونات دي ومعانا المية الدافية، وهنلم العجينة وهنديها مية سنة زيادة عن المعتاد، وبعدين هنسيبها شوية فهي هتنشف بيشرب المية، وده اللي بيحصل لما بناكله. عشان كده بقول لكم حتى لو هتاكلوا منه هتزودوا انتوا كمان مية عشان ما يعملش امساك. يلا بينا. بصوا العجينة هنا بتبين الأول على إنها ميتها زيادة، عجنتين ثلاثة، وعايزة أقولك إنها ممكن تحتاج منك مية أزيد عادي. فأنت بتزودي عجين كويس، بتزودي عجين لأن هي مفيش دقايق وهتلاقيها شربت كل المية. بتزودي عجين ونديها مية كويسة علشان تفضل معانا طرية. معانا مين؟ مدام نيرفين، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. ازيك يا شيف دعائي؟ جميله. ازاي حضرتك، عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي؟ انا كويس. كلمتك قبل كده حبيبه قلبي، انا فاكره صوتك. والله انا سعيده جدا جدا ان انا اتكلم مع شيف جميله زيك. انا اسعد والله. والله. وازاي الحسن والحسين، ربنا يحميهم. كويسين الحمد لله. اخبارها ايه؟ الحمد لله. الحمد لله الحمد لله يا رب. انا مدرسه لغه عربيه كنت بقى. ايوه احنا بنحاول نظبط اللغه العربيه. ما شاء الله، ربنا يحميك يا رب ويحفظ بلادنا. ربنا يخليك يا رب. وقائدنا وكل شعبنا يا رب. يا رب يا رب. وينصر اهلنا في فلسطين. امين يا رب. امين ويطمنا عليهم يا رب. انا سعيده قوي والله. انا اسعد، انا ما فيش اسعد مني. والله بشكر حضرتك جدا على مداخلتك، اشكرك على كم الطاقه الايجابيه الحلوه اللي اديتهاني في اول الحلقه. يلا بينا هنعجن تاني وهنحط مية تاني عادي جدا. احنا كل ما هيبقى بيتعجن، انا عايزة اعجنه شوية، ده عايز يتعجن شوية، هعجنه شوية وهحط له بس تاتش مية. يلا بينا. معلقة مية. Thank you.
لو انا بقى هكلمكم وهقول لكم نصيحه هقول لكم تعجنوه اكتر من كده كمان، انا مش عايز اطول عليكم في صوت العجينه، ولكن بصوا شكل العجينه عامل ازاي، مش عجينه عاديه زي ما احنا متعودين كده ولا كده، اوكي مش زي ما احنا متعودين خالص، اهو زي ما احنا شايفين شكلها مش متناسق، احنا هنلمها دلوقتي مع بعض. يلا بينا، هاخدها كده هحط في ايدي بس ايه شويه دقيق واجمع العجينه كده اهو، وانا عايزاها تخمر بشويه الميه اللي فيها، اوكي هي شويه معجن انا عايزاها تخمر وهي كده ميتها سنه زياده، عشان على ما هتخمر هتبقى ناشفه، فانا مش عايزه اشتغل بيها، كل ما بنسيبها ترتاح كل ما بتبقى ناشفه. ممكن نحط شويه زيت هنا يفضل يعني، ونقوم حاطينها عليها كده ونسيبها يعني حوالي نص ساعه ممكن 40 دقيقه، وبعد ال 40 دقيقه ببتدي بقى اشتغل فيها كاني بعمل عيش عادي. هطلع فاصل سريع جدا وارجع جري، ما تروحوش اي حته. رجعنا من الفاصل، نلبس الجلوفز بقى علشان انا قبل كده ما كنت عايزه ابقى حاسه بالعجينه هي قد ايه فيها ميه قد ايه محتاجه ميه. عملت ايه بقى؟ خلينا نقول ايه، عدى ال 40 دقيقه نفرض يعني، طبعا فرضا عدى 40 دقيقه عدى نص ساعه، نقوم واخدين العجينه ومقسمينها الى كرات، اوكي بعد ما اقسمها الى كرات على حسب الحجم صغيره وكبيره زي ما انت شايفة كده، هسيبها ترتاح ربع ساعة تاني وهي كورة. معلش بقى احنا بنعمل عيش، فهو ده معنا مين؟ معنا تليفون. يا خلود ازيك؟ يا عم يا فيه، اهلا اهلا، انا بحبك قوي والله. يا حبيبة قلبي انا بموت فيكي يا شيف. كنت عايزة اسأل على طريقة الدونت. اوكي دونتس، حاضر. حاضر يا حبيبتي، نعمل لك دوناتس، انت تأمري. احنا طبعا عملناها قبل كده وهي الوصفة موجودة على اليوتيوب، لو دخلنا كتبنا على اليوتيوب سر الصنعة دوناتس هتطلع لك حلقة دوناتس كاملة خطيرة، حشوات بقى وألوان وبصوا تحفة، ولكن نعملها، احنا داخلين على صيف ومحتاجين نعمل دوناتس، فيلا بينا. قلنا ايه بقى؟ قلنا ناخد العجينة، شفتوا العجينة قد ايه كانت مندية كده وملزقة، يدوب على ما عدى وقت أنا رشيت بس عليها شوية دقيق شعير، أوكي؟ نشفت إزاي؟ بصوا العجينة بتنشف بسرعة جدا، تاخدوا بالكم من موضوع إن العجينة بتنشف فتغطوها طول الوقت، ما تسيبوهاش بعد الربع ساعة يعني بكتير، هي الماكسيمم بتاعنا ربع ساعة. ارتاحت هتبقى جاهزه معانا للفرد. معانا مين؟ يا ام هند ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا سيدي دعاء؟ عامله ايه؟ كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طيبه وبخير يا حبيبتي. انا بحبك جدا، هو انا اللي كلمتك امبارح. ايوه يا حبيبتي فاكره، ازيك عامله ايه؟ انا بشكرك انك انت عملتي اهداء لبنتي، كل ما تشوف حضرتك حتى في الاعاده ولا دلوقتي تقول لي. هي هتقول لي هند صح؟ هند. ايوه طبعا بقول لك انت يا هند. هي شايفاكي دلوقتي. باي. شكرا جدا يا شيف. تسلم يا حبيبه قلبي، نورتيني باتصالك، وبسلم على هند وبقول لها كل سنه وانت طيبه يا هند. كده بقى ايه، خمر؟ خمر او ارتاح. يلا بينا نفردها. يلا بينا نفرد الرغيف ويكون في سمك شويه، بلاش فكرة ان انا اقوم رفعها على الاخر خالص كأني بعمل عيش شامي. حط كده على وشها وبالراحة نعمل كده وكده، نسيبه فيه سمك شوية، نفرد. وانتي بقى على حسب حجم الرغيف هتشتغلي، عايزة تساوي الاطراف كلها وتقطعيها بحاجة اقطعيها بحاجة وسيبيه لحد ما يرتاح تاني لمدة 10 دقايق. انا عندي هنا مثلا، انا كده كفاية السمك ده، اوكي عندي حاجة هحاول اعمل بيها الرغيف اساوي بيها بس كده. نكلم ايه. يا ايه ازيك؟ تعالي ازيك يا شيف دعاء؟ عاملة ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله
الحمد لله يا حبيبتي، انا بحبك والله. وانا كمان بموت فيكي. يا رب يخليكي. انا كنت عايزه اسال، عندي ممبار ممبار ضاني. انا عايزه اعمل سجق احشيه. حلو ماشي. فانا عايزه اعرف بس الخلطه اللي احشيها، هي بينضاف لها بصل ولا بينضاف لها ايه مع اللحمه؟ خلطه السجق. حاضر. أيوة. السيجمنت اللي جاي على طول اخلص بس العيش واقول لك، خليكي متابعاني عشان اكلمك عن خلطه السجق برواقه كده. اوكي ماشي. اوكي فكريني بس. احنا بنسخن طاسه او بنسخن الفرن على الاخر وبنحط فيه صاج من تحت وبيبقى جاهز لان احنا نسوي فيه الرغيف بتاعنا، ولكن الرغيف ما ينفعش وانا بعد ما اشتغلت فيه كده وفردته اقوم مسويه على طول. انا بصوا فردته كده وسويته وخليته على شكل دايره. تمام تمام. اعمل ايه بقى بعد كده؟ اسيبه واغطيه تاني 10 دقايق يرتاح كويس قوي، وبعدين هيكون ارتاح وبقى بالشكل ده. اقوم واخده الرغيف وحطاه على النار. يلا بينا تعالوا نحطه على الطاسه ونحط رغيف تاني في الفرن. اهم حاجه الوقت اللي ارتاح الرغيف قبل ما يدخل الفرن، ده بالنسبه لي مهم جدا. الوقت ده مهم جدا، العشر دقايق وهو مرتاح كرغيف مهم قوي عندي. نحط في الفرن ونقفل او على الطاسه ونقفل. فكره ان هو يعني يرتفع او كده ده بالحظ، ممكن يرتفع معاكي وينفش وممكن يبقى هو تقيل ومش قادر ينفش، فبس مفيش مشكله خالص، بيطلع عيش حلو وصحي وجميل. احنا هنا حاطينه على نار عاليه، الطاسه ما بندهنهاش ولا اي حاجه خالص. وهكذا تقدري انت بقى تشكلي الرغيف بتاعك زي ما انت عايزه. نكلم مين؟ استاذ عادل. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا بيك. ازاي حضرتك؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله يا رب دايما. الحمد لله. والله كلنا بنحب حضرتك قوي قوي قوي. والله ربنا يخليك. واحفادي كلهم بيحبوك كلهم. سلامي ليهم كلهم. انا جده عادل اساسا. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يديك الصحه. انا كتبت لك على الفيس باشا مصر. ربنا يخليك والله، الف شكر. حفيت اسيه عاوزه اتكلمك. اكلمها يا ريت. خد يا اسيه. اسمها ايه؟ اسمها ايه تاني معلش؟ اسيا؟ انا بقول صح؟ الو ازيك؟ الو اسيا. ازيك يا اسيا؟ قولي لها اسيا. اسيا اسيا عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. انا بحبك قوي. وانا بحبك قوي قوي قوي. انا بحبك قوي. انت حبيبتي. انا بحبك قوي. شكرا. بشكركم على اتصالكم اللذيذ جدا ده، الف شكر. تعالوا نبص على الفرن برضو. مش هوصيكوا على انكم تزودوا ميه، الموضوع مش مقادير. بصوا هتلاقوه حتى هو بيحاول يرتفع معانا، ولكن احنا مش يعني ايه، هنسيبه براحته، مش اساسي خالص انه يرتفع. نجيب حاجة نقلبه بيها. عايز اقلبه بس مش لاقية ال اسمه ايه؟ المقطع عندكم؟ حد اخده؟ حاسة انه عندي بس مش لاقية. معانا تليفون ولا ايه؟ ناخد الرغيف. انا شايفه ان التسويه سواء على الفرن او على البوتاجاز الاتنين حلوين والاتنين شبه بعض، فانت على حسب ذوقك يعني براحتك. اهم حاجه الصاج يفضل سخن جوه الفرن كده زي ما انت شايفه. انا بسخن الصاج كده طول الوقت، هو في الفرن والفرن سخن وكله تمام، تدخلي مش هتاخد دقايق، هتلاقي دقيقه دقيقه ونص كده، الموضوع سهل جدا وبسيط جدا يعني.
انا بقى ايه اول ما بشوف العلامات دي بعرف ان هو خلاص دخل في السوى اهو. لما نطلعه بقى من على النار برضو بنغطيه علشان ما ينشفش مننا، وبعدين تشيليه في الفريزر اذا عايزه تشيليه في الفريزر. انا شايفه انه كعيش شعير فقط من غير دقيق ابيض فهو ممتاز. مين؟ ام ليليان. اهلا اهلا. ازي حضرتك يا شيخ؟ اهلا وسهلا، ازاي حضرتك؟ انا بحب حضرتك قوي ومتابعه حضرتك. حبيبتي منوراني والله، ده شرف ليا. انا بتفرج على المباشر وعلى ده كل حاجه بتفرج على حضرتك. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. انا بنت عندها سنه وبرضه بتقعد تتفرج معايا على حضرتك. بجد؟ يا روحي اسمها ايه؟ ليليان. ليليان يا روحي. انا بحب حضرتك جدا ومبسوطه كنت بطمن على حضرتك وبسلم عليك. حبيبتي ربنا يخليكي ويسلم لي سؤالك ودايما على تواصل يا رب، بشكرك جدا جدا جدا. بصوا بقى العيش اللي على الطاسه اهو، تعالوا نجيب الرغيف كمان اللي في الفرن عشان ايه في واحد زمانه تمام جدا كده هايل. انا لو عملت عيش شعير زي ده بدل ما اشتريه هيبقى بالنسبه لي ممتاز. تعالوا بقى ايه نفتحه عشان لو برضو في حد ما شافش. بصوا احنا ده اللي وريتكم انا المنظر ده اول الحلقه، شايفين العيش خطير حلو جدا جدا ده بالشعير بس، فكون ان انا عملت ده بالشعير كده وطري وجميل وطعمه حلو كده يبقى زي الفل. الزبادي مش مخليه مرر. فالعيش طعمه حلو جدا. بعد كده بقى تنشفيه، ولو انت اتبقى عندك تنشفيه تعمليه كراكرز، تغميس كده، تستخدميه عيش للفته لو انت عامله فته ومش عايزه تاكلي عيش ابيض فتعملي ده وتستخدميه، مفيش اي حاجه بتترمي خالص. احنا نغطيه بقى كده وايه نقطع ده. لما تحبوا بقى تطلعوا فاصل وانا اكمل قولولي. انا كده بس بقسم العيش رغيف رغيف وخلاص. عارفين بقى كمان ايه لو انتوا مثلا عايزين ان انتوا تحطوه، تعالوا اعمل لكم تجربة تانية. انا ده اللي انا اللي ده انهي واحد ده اللي انا عملته صح؟ لا استنى نستخدم ده، ده كده نقوم حاطينه هنا ونسويه بالشكل ده وبالشوكة تقومي مفرغاه كده اهو وتسويه على كده. مش مهم بقى نفتحه ولا اي حاجة. في عيش انتوا عارفينه بنشتريه كده جاهز وبيبقى غالي قوي وبيبقوا مفرغينه كده بيبقى شكله حلو وجميل ومستوي وتحفة وكل حاجة، وبنسويه بالطريقة دي. يلا بينا فاصل سريع جدا ونرجع جري، ما تروحوش في اي حد. رجعنا من الفاصل ومكملين حلقة الوصفات او المخبوزات الصحية. عملنا عيش الشعير من شوية وكان جميل جدا جدا بصراحة، بجد حلو قوي قوي وناجح جدا، اي حد عايز يعمله هيعمله بسهولة. النهارده بقى كمان عندنا بقسماط، بقسماط لذيذ ولطيف، واي حد عايز بديل للبقسماط اللي احنا بنحبه ده بقسماط حلوه قوي. يلا بينا بقسماط الشوفان. عايزين كوبايتين من دقيق الشوفان المطحون كويس قوي، يعني شوفان مطحون كويس قوي معمول دقيق، كوبايه من الدقيق الاسمر، معلقه صغيره من السكر، معلقه صغيره من الخميره الفوريه، معلقتين كبار من اللبن الباودر، وربع كوبايه من زيت الزيتون، كوب ميه دافيه احتمال انه يزيد شويه عادي جدا، بس احنا هنشتغل على انه كوبايه هيزيد، يعني زيد معلقه معلقتين مش اكتر من كده. على الوجه بنحط سمسم محمص وحبه البركه. بصوا بقى تعالوا ندخل البقسماط الفرن عشان ده لازم يدخل الفرن دلوقتي. يلا بينا بعد ما سبناه يرتاح كده في الصاج هندخله الفرن بقى عشان يستوي.
فنبتدي بيه وبعدين نبقى نعمل العجينة. درجة حرارة الفرن بتكون 190-200، بندخله على الرف اللي في النص، ما بنشغلش الشواية من فوق، بيبقى بس الفرن هو اللي شغال متسخن من قبل كده كويس جدا. يلا بينا. لو عايزين تشتغلوا في العجينة دي مثلا على ايديكم، من المعجنات السهلة قوي اللي ممكن تتعجن باليد، هنحط انواع الدقيق بتاعتنا اللي احنا عايزين نستخدمها. احنا هنا استخدمنا دقيق اسمر واستخدمنا دقيق الشوفان، والاثنين بياخدوا ميه والاثنين يعني ناشفين شويه. انواع الدقيق الثانيه المختلفه عن الدقيق الابيض الحقيقه، عشان بتبقى كلها بقى باليافها باشيائها، فبتاخد مننا ميه كتير. وننزل بالخميره كده، الخميره والسكر واللبن الباودر اللي هيدي طعم حلو كده ونكهه لذيذه، مش شرط نبقى بناكل حاجه طعمها مش عاجبنا، عايزين برضو نحلي طعمها. ونكلم مدام عفاف، صح كده؟ يا مدام عفاف ازاي حضرتك؟ ازيك يا حبيبتي؟ اهلا اهلا. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. ازاي حضرتك؟ احنا بنحبك قوي يا شيف دعاء. وانا كمان بحبكم قوي قوي. اي والله حبيبه قلبي. انت عامله ايه؟ انا كويسه الحمد لله الحمد لله. احنا بنحب طريقتك والله. والله انتوا غاليين على قلبي جدا، ومكالمتك دي على راسي من فوق. كفايه انك بتكلميني تقولي لي ان انا بحبك. والله انا بحبك والله. شكرا يا حبيبتي، شكرا، ربنا يديمها نعمه يا رب. اشكرك. تسلمي لي يا مدام عفاف، كتر خيرك على المكالمة الحلوة. يلا بينا. لا قلبنا مكوناتنا، هننزل بالزيت. انا حاطة هنا زيت زيتون، تقدروا تستخدموا اي نوع زيت انتوا عايزينه. يلا بينا بقى نلم العجينة ونعجن. عايزه ازود معلقتين تاني من الزيت، انا حاسه ان الزيت عندي كان قليل شويه. يلا بينا. وادي العجينه بتاعتنا اللي احنا هنعملها بقسماط، تقدروا بقى تعملوها رفيعه، تعملوها تخينه شويه، عادي جدا. مين اللي بترد عليا؟ اوكي. اسماء ازيك؟ اهلا اهلا. الو الو. ايوه الو. انا دعاء. ازيك عامله ايه؟ ازيك يا شيف دعاء عامله ايه؟ الحمد لله. انت اخبارك ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله الحمد لله يا رب دايما. بشكر حضرتك. مش سامعه. حاولي تطلبينا تاني يا اسماء بليز، معلش الشبكه مش حلوه. فيها حاجه. بصوا بقى، مفيش اسهل من تشكيل بقسماطه، بتونسه، ليه، اي حاجه من المقرمشات اللي بنعملها بايدينا كده، يعني بالشوفان بقى عاديه. بصوا التشكيل سهل جدا زي ما تحبوا. انا بحبه بصراحه يقرمش شويه، فممكن تعملوه بالحجم اللي انتوا عايزينه.
انا بس ايدي كان فيها شويه زيت، خدت العجينه كده واشتغلت وهي فيها زيت. ده مهم جدا. تستخدمي بقى زيت زيتون، زيت جوز هند، زيت نباتي، انت بتشتغلي بيه عادي براحتك. احنا بس عايزين انه يبقى متساوي. لا عايزاني اشيلها لك؟ حاضر. نكلم ام سيف. يا ام سيف ازيك؟ اهلا يا شيف، عامله ايه حبيبتي؟ اهلا اهلا، ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ تمام والله الحمد لله. ايه الاخبار؟ الحمد لله. انت اخبارك ايه؟ تمام والله، انا بحبك خالص، اتفرج عليكي على طول بدري خالص والله، بحاول اكلم مش بحصل. لا وصلنا اهو الحمد لله. قولي لي بتكلميني منين؟ انا من اسوان. احسن ناس، احسن ناس واحلى بلد في الدنيا. الله يخليك يا شيف، والله من بدري خالص بحاول اوصل لك يعني، بس مش عارفه. يا حبيبه قلبي الحمد لله ان انت وصلتي بالسلامه وسمعت صوتك. ان شاء الله مش هتكون اخر مره باذن الله. اكيد ان شاء الله. وبعدين انا عايزه اجي لكم بقى، وبعدين انا عايزه اخد اجازه واجي لكم بقى، عشان انا اصلا مثلا من ادفو، اصلا من ادفو. حلوه، وماله اجي لكم ادفو برضه، ما يجراش حاجه. يا ريت والله تشرفينا، والله تشرفينا حبيبه قلبي. انت تسلمي لي يا رب. الله يخليكي، بس انا والله طافله متصله عشان اسلم عليكي بس. نورتيني باتصالك يا حبيبتي، شكرا يا مصيف قوي. بصوا بقى، عايزين بقى تعملوها اكبر من كده ونعملها اكبر من كده عادي. يلا بينا. العجينه عايزه اقول لكم بتنشف مننا طول ما احنا شغالين فيها، ده عادي جدا يعني، ده طبيعي. انا عايزه اوريكم كل الاشكال. عايزه تعمليها كده، عايزه تعمليها كده. انا مش عارفه اعمل الكبيره قوي من كتر ما انا ما بحبهاش غالبا. بحس ان دي كده حتى لو احنا بناكل جبنه او اي حاجه يعني، السايز ده او المقاس ده بيبقى لذيذ قوي. انا اغير دي ونعمل كله كده. من الحاجات السهل جدا ان احنا نعملها في البيت المقرمشات دي، وهتوفر علينا كتير قوي من مشتريات لو انا عايزه اعمل دايت او عايزه اكل حاجه صحيه، هتوفر عليا. الحاجات دي بقت غاليه قوي يا جماعه بره قوي، عشان تدخلي المخبز تاخديها، ولو مخبز حلو يعني وعندهم ضمير وامانه يعني، ومش حاطين دقيق ابيض فعلا ومستخدمين انواع دقيق كويسه وكده، هيبقى غالي قوي. ولو لقيتيه رخيص على فكره خدي بالك، عشان هم ساعات عشان يحلوا الطعم بيقوموا حاطين زبده مثلا. يعني تخيلي كده، انا اصلا بشتري منتج صحي والزبده صحيه ما فيهاش مشكله، ولكن هو نوع الزبده اللي هيحطها يعني مش هتبقى هي نوع الزبده اللي اقصده، ان هي طبيعيه مثلا، نوع زبده حلو، الكميه. ما هو برده حتى لو حاجه هي صحيه وكويسه، ما انا ما اقدرش اكل منها كميه كبيره. نكلم ندى. يا ندى ازيك؟ ازيك يا شيف، عامله ايه؟ اهلا اهلا، انا بحب حضرتك جدا. ده انا بحب حضرتك جدا جدا، اهلا وسهلا. ايه عامله ايه انت؟ انا الحمد لله. حضرتك كويسه؟ انا بحبك جدا والله. الف شكر والله، تسلمي لي. ومتابعه كل حلقاتك والله. طب الحمد لله، يا رب تبقي يعني مبسوطه. انا كنت عايز رقم حضرتك. طب يا حبيبتي راخده معاكي. حاضر. كان جالنا سؤال على السجق، وصاحبة السؤال أكيد قاعدة مستنيانا دلوقتي، تعالي أقول لك عليه. اتصل التاني. طب شفتي بقى، أنا عرفت لوحدي ومحدش قال لي. أنا فاكرة، لا ومحدش فكرني والله، مش أنا قايلة لها، قايلة لها قدامكم. أقول لكم بقى، قولي مثلا هتجيبي كيلو لحمة، جيبي كيلو لحمة مفرومة ملبسة شوية، يعني مش هقول لك افرمي عليها دهن، ولكن قولي له أنا عايزاها 30% دسم. هما بره لما بنشتري السجق
يحطوا اكتر من 30%. هي بتبقى يعني مش قادره اقول لك بتبقى قد ايه اللحمه فيها دهون كتير، بس هو اللي بيحل السجق فعلا كميه الدهون الكبيره. فهتفرميها وممكن بقى تقومي حاطه معاها البصلايه المبشوره، ما تكتريش بصل قوي قوي مش بكتر البصل، ممكن تقومي حاطه بصلايه مبشوره وتحطي فلفل رومي احمر بدل مثلا ما تحطي لون، لو انت عايز تحطي لون وتدي لون اوكي بس انا ضد الالوان، فممكن تقومي حاطه الفلفل الرومي الاحمر، تحطي بابريكا، دول اللي هيديكي اللون. افرمي كده نص فلفلايه رومي تمام. ممكن كمان بقى تقومي حاطه توم، 3 4 فصوص توم، والبهارات عندك ملح وفلفل كزبره بابريكا هتبقى معلقه، اي حاجه تانية هتبقى نص معلقه، عندك 7 بهارات ممكن تحطي، ممكن تحطي جوزة الطيب، كل البهارات اللي بنحطها مع اللحوم هنحطها مع السجق. بس كده هي دي الخلطه سهله جدا، وبياخد كل حاجه عندنا بصل وتوم وفلفل، والفلفل الرومي هيبقى احلى من الطماطم، ما تحطيش طماطم، حطي فلفل رومي احمر هيديكي اللون، وزودي شويه في البابريكا هي اللي هتديكي لون. بس اختاري بابريكا تكون محمره كده، بلاش المطربه دي. عايزين نبص على الفرن اكيد صح؟ بصوا لسه نقلب، بس عايزاكم تبصوا عليه معايا، نقلب بس الصاج عشان ايه درجات الحراره تتوزع مظبوط، ونسيبه لحد ما ياخد اللون اللي احنا عايزينه. انا ما بحبوش القلب بتاعه يبقى طري وفاتح كده، يعني البقسماط انا بصراحه انا كل مخبوزاتي لا ما بتبقاش فاتحه، يعني العيش الفين وكل حاجه بديها لون زياده شويه. عايزه ايه؟ طيب يلا يلا بينا. احنا هنعمل بس دي كده، نحطها في الصاج، شكلوه زي ما انتوا عايزين زي ما اتفقنا، بتونسه ليه بقسماطه مش عارفه فرقت ما بينهم. لا ما انا هكمل الصاج في الفاصل. يلا بينا هنطلع فاصل دلوقتي، يلا فاصل سريع جدا ونرجع جري، ما تروحوش في اي حته. ورجعنا من الفاصل، عملت ايه في الفاصل؟ عملت بقيه الصاج، سويت ان كله بالقطاعه كده، واحده طلعت اطول من واحده كده 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 كده، انت بالسكينه كده تقطعي تخلي يعني كله يبقى قد بعضه، حاجه بسيطه كده ميه بسيطه بفرشه، وتقومي ملزقه بقى ايه رشه اللي انت عايزه ترشيه، عايزه ترشي شوفان، حبه البركه، سمسم، براحتك. يطلع من الفرن زي ما احنا شايفين كده حاجه يعني خطيرة. تعالوا هدخل ده الفرن واحنا واقفين كده ونفضي قدامنا. لما يطلع من الفرن نسيبه في الهواء، طبعا ما نقفلش عليه ما نغطيش عليه عشان لازم يقرمش، فهنسيبه في الهواء كده متهوي خالص لحد ما يقرمش ويبقى خطير زي ما احنا شايفين. زي انا بقول لكم انا ايه بقسماطي بيكون مش فاتح، انتوا تختاروا اللون اللي انتوا عايزينه. في هنا مثلا ميكس هتلاقوا فاتح وغامق، نعمل كده ونحط كل البقسماط بتاعنا اللي جاهز دلوقتي هنا اهو. يعني عايزه اقول لكم ان هو اصلا مقرمش وهو لسه ما تهواش، بس تحفه، وصفه جميله جدا جدا. هي الوصفات على فكره الصحيه سهله قوي يا جماعه قوي، يعني مش مستاهله ابدا نشتريها، احنا نعمل حاجتنا في البيت وتطلع معانا زي الفل. هندخل على الوصفه اللي بعدها بس نكلم اسماء ونقول الو. يا اسومي ازيك؟ الو الو الو. ايوه يا اسماء انا سامعاكي، وطي التلفزيون. ايوه يا شيف دعاء. ايوه حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ انا كويسه الحمد لله. حضرتك طيبه. وحضرتك طيبه يا حبيبتي وبخير. بشكرك على كل الوصفات الجميله اللي انت بتعمليها. شكرا يا غاليه، ميرسي. قولي حضرتك عايزه طريقه البيتزا.
حاضر 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 نعمل بيتزا. ابقوا بس وطوا التلفزيون وانتوا بتكلموني عشان اعرف اسمعكم، حاسه ان انا كنت بسمعها بصعوبه. يلا بينا هنعمل كيك. بما اننا عملنا حاجتين مخبوزات مهمين جدا، كل الناس اللي بتعوز مخبوزات بتعوز حاجه مقرقشه كده ولذيذه، وعيش، عملنا العيش بتاع الشعير وعملنا البقسماط اللي بالشوفان وبالقمح الكامل، ندخل على كيكه بقى حلوه. الكيك بتاعتنا هي كيكه موز صحيه وجميله جدا، بس اهم ما فيها ان انتوا تستخدموا الموز الطري. الموز لما يبقى ناشف غير الموز الطري طعم وقوام للكيك. انا محتاجاه كمان طري عشان قوام الكيك بتاعي يطلع مظبوط. عندي 3 موزات يبقوا طراي، وهنحط كله دلوقتي في الخلاط. عندي كوباية ونص من دقيق الشوفان، 2 بيضة، 1/3 كوب من زبدة الفول السوداني، 1/3 كوب سكر بني، وده اختياري تقدري تشيليه على طول او تحطي بداله عسل. عايزة معلقة كبيرة من الكاكاو الخام، ومعلقة كبيرة بيكنج باودر، ومعلقة صغيرة من الفانيليا، رشة قرفة ورشة ملح، والتشوكلت شيبس ده اذا عايزين نحط تشوكلت شيبس او قطع شوكولاته، او عايزين مثلا ممكن تحطوا فاكهه مجففه، لو عايز تحطي مكسرات كله تمام. ولكن احنا عندنا زبده الفول السوداني بتقوم بدور المكسرات، طعم كده جميل وغني جدا، والموز طبعا طعمه مهم جدا معايا، وفي نفس الوقت تقدري تضيفي انت نكهات زي نكهه القهوه مثلا لو عايزه تضيفي نكهه القهوه. هاخد الموز وكل الحاجات بتاعتي وهضربها كده في الخلاط سريعا كده اهو. اوبا، لا انا عايزه دي مقاديري. انا هضرب البيض والموز وزبده الفول السوداني. يلا بينا نجيب بس معلقه، ولو احتاجوا مني ميه هحط ميه، بس هضرب الاول. عندنا فانيليا هنا صح؟ حط الفانيليا كده. عندي قرفه كمان، فما فيش اي ريحه زفار. هنضيف ايه بقى؟ ليه هنا قلت لكم احتمال احط ميه؟ علشان انا الموز عندي ما كانش كله طري، فممكن لما يتضرب يحتاج ان هو يفك شويه، فعادي جدا خليكم فلكسبل كده سلسين مع الوصفه. احتاجت هنحط لها عادي جدا ربع كوبايه ميه. هنحط السكر، هنحط القرفه. مين معانا؟ يا ام محمد ازيك يا حبيبتي؟ ايه يا عمي؟ عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. الحمد لله يا رب دايما. الله يخليكي. الله يخليكي. كويسه الحمد لله. عامله ايه؟ محتاجه اي حاجه قوليلي. محتاجه إيه اي حاجه اعملها لك؟ ايه؟ محتاجه حاجه نعملها الفتره اللي جايه؟ محتاجه اي حاجه قوليلي. محتاجه حاجه اعملها لك؟ انا محتاجه حاجه نعملها. مش سامعة. كلموني بس وطوا التلفزيون، اسمعوني من التليفون. لا قولي لهم يا رغدة بليز، أكدي عليهم. يلا بينا. هنا بقى احنا عايزين نزود على المقادير، عشان انا هزود على المقادير ميه سخنه، فممكن تضيفي ربع كوبايه ميه سخنه بعد اذنك. يلا بينا. يلا. عندي هنا بقى الدقيق اهو، الكاكاو، كاكاو غامق من اللي من غير سكر، البيكنج باودر، وبعد كده هنزل بمقدار السوائل، وعندي في مقدار السوائل لسه هزود نص كوباية مية مغلية. انا لا انا عايزة نص كوباية، انا قلت لك ربع كوباية؟ لا 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 نص كوباية معلش. يلا بينا.
عشان تطلع هشة وفلافي معاكوا أكتر، حتى لو عملتوها من غير مية تطلع فلة، بس هتطلع سنة تحسوها إيه مكتومة شوية. أنا عايزاها تطلع معاكوا فلافي أكتر، فسواء حطيتوا مية أو ما حطيتوش الاتنين ناجحين جدا، مفيش أي مشكلة خالص، ولكن أنا عايزة أزود النص كوباية دي هتطلع معاكوا مظبوطة أكتر. هحط بقى النص كوباية مية مغلية ده في الخلاط عشان ناخد كل مقاديرنا اللي باقية. شكرا. دي المقادير بتاعت الكيكة بعد التعديل، عشان أنا ساعات بعدل حاجات على الهوا كده، فإيه معلش. يلا بينا ننزل بقى بالمية ونقلب الكيك بتاعتنا بالشكل ده بسباتولا أو بمضرب سلك يدوي، بس أهم حاجة إنك تضربي المكونات بتاعتنا زي ما أنا عملت كده في الخلاط لحد بقى. بصي المية هتبقى إيه خلتها في قوام الكيكة التقيلة اللي إحنا بنعملها عادي، لو احنا عملناها من غير ميه بيبقى قوام الكيك مش تقيل، مش خفيف كده شويه، بيبقى تقيل قوي، بس طعمها تحفه. بس زبده الفول السوداني لازم تتضرب مع البيضه وتتضرب كمان مع الموز في الخلاط ضروري كده. فله شمعه منوره، نشيل كل اشيائنا ونجيب القالب اللي هيدخل الفرن على درجة حرارة 180 كده اهو، مدهون طبعا ومتبطن وكله تمام، وننزل بمقاديرنا كلها بتاعة الانجليش كيك الخطيرة دي او كيكة الشوكولاتة الصحية. لما هتاكلي بقى دي هتحسي بقد ايه انا اكلت حاجة حلوة طعمها حلو جدا جدا، وما عنديش الاحساس بالذنب بتاع كميه طبعا زبده كبيره، كميه سكر كبيره. احنا هنا حاطين سكر بني، السكر البني على فكره هو سكر زيه زي السكر الابيض بالظبط، فممكن انتوا تحطوا عسل لو مش عايزين تحطوا كميه قليله من السكر. انا طبعا حاطه كميه قليله جدا من السكر. البقسماط بس بتاعنا عايز ايه نلفه لفه كده. انا بحب جدا وصفاتنا اللي بنعملها سواء مخبوزات صحيه او مخبوزات عاديه من اللي احنا متعودين عليها، بنبسط بيها لان انا ببقى عارفه ان اللي محتاجها هيلاقيها، يعني في ناس بتدور عليها وبتطلبها مني، فانا مبسوطه جدا ان الحمد لله الوصفات دي ان شاء الله ان شاء الله تظبط معاكم بمنتهى البساطه. شوكليت شيبس اختياري طبعا، نحطها على الوش كده، دي بتبقى دارك شوكليت او شوكولاته غامقه كده. بالشكل ده زي الفل. ناخد صاج وندخل الفرن على درجه حراره 180. ما عنديش صاجات لان انا الصاجات بتاعتي خلصت غالبا، او عندي صاج تحت فاضي ممكن احط فيه، لان انا ما بحبش ادخل الكيك من غير صاج. اي قالب اي قالب حطيه في صاج هيفرق جدا معاه. لو عايزاه طري بقى كمان طراوه يعني تبقى مختلفه ومن بره يبقى طري ما تبقاش كيكه ناشفه كده، هتقومي عامله ايه، تقومي احنا طبعا هنحط قلب الكيك دلوقتي في الفرن. تعالوا نطلع البقسماط، عايزين نحمصه بقى بعدين. ندخل الكيك، هتقومي حاطه الكيك عادي على الرف اللي في النص، وشفتي الصاج الفاضي ده تحطي بقى صاج فاضي تاني تحت هنا اهو، وتقومي حاطه في الصاج الفاضي ده شويه ميه، مش حمام ميه، مش بنحط الميه هنا، لا ميه في صينيه او في صاج تحت في الفرن وتقفلي عليه، يعمل بيئه رطبه تطلع لك اي كيك يعني من اللي هي كيكة كل يوم، كيكة الفانيليا، كيكة شوكولاتة، كيكات معينة اللي بنعملها دايما طلع لك طرية كده وجميلة، كيكة برتقان، كيكة ليمون، الكيكات العادية، كيكات في كيكات تانية لا. نكلم بوسي. يا بوسي ازيك؟ الو. اهلا اهلا، ازيك يا شيف دعاء عاملة ايه؟ ازيك انت عاملة ايه؟
انا من الناس اللي بحبك جدا والله فعلا. يا حبيبتي ربنا يخليكي. لا بجد والله، وانت من الناس المحترمه جدا. شكرا قوي يا بوستي والله، شكرا قوي قوي والله العظيم. انا مش رنة عاوزه اي وصفات ولا حاجه، لان الصراحه انت مش مخلينا محتاجين اي حاجه الحمد بصراحه. لله الحمد لله، يا رب دايما كده مبسوطين. تسلم ايدك والله بجد. تسلمي، اشكرك. شكرا يا بوسي. الكيك بتطلع كده زي ما احنا شايفين، بتطلع كيك عادية جدا زي اي كيكة شوكولاتة، لو اكلناها هنبقى مبسوطين جدا واحنا بناكلها عشان مش هنحس باي مشكلة ولا باي احساس بالذنب. تعالوا بقى نجيب حاجة ايه نعرف نقطعها بيها كده اهو. اهي كيكة خطيرة حلوة جدا، بصوا تحفة. عايزين بقى تحطوا لها انتوا صوص شوكولاتة، تعملوا اي حاجة، ما فيش اي مشكلة. خلاص كده يلا بينا نختم، هنمشي كده على طول. يلا بينا هنختم بقى، يلا بينا اقول لكم باي باي. حلقة مخبوزات صحية كان اخر حاجة عملناها كانت كيكة الشوكولاتة دي، كيكة شوكولاتة او كيكة موز بالشوفان، كيكة الشوفان بالشوكولاتة زي ما تحبوا. مكوناتها لذيذة جدا جدا سهلة، تقدروا تعملوها ببساطة وبسهولة. عملنا كمان عيش الشعير اللي احنا عملناه في اول الحلقة، طريقة سهلة قوي ونتيجة ان شاء الله تبقى مظبوطة معاكو اكيد. عملنا كمان بقسماط حلو حلاوة بقى، مش قادرة اقول لكم. بصوا يعني عايزة اسمعكم ايه، هحاول يعني ما بانش صح، ما بانش الصوت، التك باينة. طيب بيقرمش كده ولذيذ قوي. يا رب الوصفات تكون عجبتكم، نشوفكم بكرة على خير بإذن الله. تابعونا دايما على السوشيال ميديا، انستجرام وفيسبوك ويوتيوب، ثريدز وتيك توك، وكل وصفاتنا مقاديرنا فقراتنا بتنزل يوميا، وبستنى تعليقاتكم ببقى مبسوطة جدا جدا بيها. اشوفكم بكرة على خير ان شاء الله، باي باي. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.